بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده نيل اللي حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 6، ممكن المباراه تتاخر شويه نتيجه ان المرتبط حتى الان ما زالت مباراته قائمه. هنيل لحضراتكم مباراه الذهاب الاهلي وسموحه في الدور النهائي لدوري المرتبط موسم 23-24. النادي الاهلي تاهل بعد الفوز على نادي الاتحاد السكندري، ونادي سموحه تاهل للنهائي بعد الفوز على نادي سبورتنج السكندري. المباراه ستقام على مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 أكتوبر. زي ما حضراتكم عارفين مباراه المرتبط بتتلعب دلوقتي في الشوط الثالث، واكيد هنقول لحضراتكم النتيجه اول باول حتى تنتهي، وهنتنقل اكيد لارض الملعب كمان زي ما عودناكم عشان ننقل لحضراتكم الاجواء. بس في البدايه لازم ارحب بضيوف المنورين في الاستوديو، وبرحب بكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي بالنادي الاهلي. اهلا بيك كابتن سلعاوي. اهلا بيك كابتن هيثم، وان شاء الله تكون ليله سعيده بمكسب باذن الله. ان شاء الله. برحب بكابتن نبيل بخيت نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر والمدير الفني السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي السابق ايضا. كابتن نبيل اهلا بحضرتك. اهلا بيك وبجمهور النادي الاهلي ومشاهدين قناه النادي الاهلي. كابتن سلعاوي، المباراه النهارده اكيد يعني مباراه نهائي، بنقابل ظرف شويه احنا ما يعني او وضع مختلف عن المباريات قبل كده، ان احنا بنقابل فرقه المرتبط بتاعها كويس، وده اللي احنا قلناه في الاستوديوهات التحليليه السابقه ان سموحه هيبقى المباراه ماشيه مش عارفين مين هيكسب حتى النهايه. فالنهارده انت عليك ضغوط ان انت لازم الفريق الكبير يفوز بالمباريتين عشان يخفف الضغط عن الفريق الصغير، زي ما كان الفريق الصغير هو اللي بيكسب المباراتين وبيخف الضغط عن الكبير. شايف مباراه النهارده في الوضع ده ازاي كده؟ لا انا شايف ان هي مباراه، احنا قلنا قبل كده ان مباراه المرتبط بالنسبه للمرحله السنيه 18 سنه اللي هي مرتبطه بالدرجه الاولى، ان اول مباراه صعبه يقابلها المرتبط بتاعنا، وهي يعني 50-50 كانت، لكن انا اعتقد ان في الاخر خبره لاعبي النادي الاهلي تحت 18 سنه هم هيكسبوا المباراه دي ان شاء الله اول مباراتين. اما بالنسبه للمباراه الكبيره فهي حسابيا كل الناس تقول النادي الاهلي، وهي بطوله محببه للنادي الاهلي بقالنا اكتر من سنه، يعني يمكن ده العام الرابع على التوالي او الخامس ان احنا بطوله المرتبط دي من البطولات المحببه او اول البطولات اللي بتدخل صندوق النادي الاهلي، بحيث انها تكون بداية الموسم وحاجه حلوه وحافز وبتعطي روح لل، لكن المباراه مع فريق مجتهد اول مره يصعد للنهائي، معاهم مدرب طموح لسه جديد اول مره يمسك درجه اولى كابتن تامر مصطفى، اجوستي مستمر مع الفرقه للعام الثاني او الثالث على التوالي، لكن اعتقد ان خبرات النادي الاهلي اكثر من خبرات نادي سموحه، وخاصه في المباراه النهائيه، لان المباراه النهائيه بيبقى ليها حسابات ثانيه وليها ظروف مختلفه، ولكن ده لا يمنع ان كل فريق يوصل للنهائي لديه طموح ان يبذل اقصى مجهوده، لا ممكن يصفر البطوله. احنا بنحيي سموحه اللي هي وصلت للدور ده، لكن ان شاء الله النادي الاهلي هيكون جدير بالبطوله دي لانها بطوله زي ما قلت لك محببه ومفضله ليه. اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن نبيل شايف مباراه النهارده ازاي؟ زي ما استعرضنا مع سيادتك ومع كابتن سلعاوي انه الفريق المرتبط، والحقيقه انا يعني جالي برضو اخبار ان محمد خيري اتصاب وخرج من المباراه، والنتيجه كانت 39-39 وقت اصابته، يعني بيتهيألي خسرنا لاعب الف سلام عليه، لاعب مهم في المرتبط. فالنهارده مباراه النهارده ايكوال، يعني مهم جدا ان انت في الكبير تفوز بالمباريتين، فده لوحده ضغط على الفريق الكبير. وطبعا زي يعني احنا الفتره اللي فاتت انا وكابتن سلعاوي متابعين جامد جدا التدريبات بتاعه النادي الاهلي، الروح المعنويه عاليه جدا في الملعب، كان عمرو زهران لفتره بعيد عشان خاطر كان بيلعب بطوله 3-3 بطوله افريقيا اللي فازت بها مصر، لكن هو رجع من التمرين اول امبارح وانتظم مع الفريق. المعنويات فرقه النادي الاهلي عاليه جدا الفتره دي، والكيرف بتاعها طالع، لكن هو برضو سموحه ما عليهاش ضغوطات، يعني سموحه اول مره صحيح توصل لنهائي بطوله الدوري المرتبط، عندها فرقه مرتبط محترمه جدا، ما عندهمش ضغوطات ان هم لازم يكسبوا البطوله والجمهور بيحفزهم ان هم يكسبوا البطوله، فدي نقطه تعتبر لحد ما لصالحهم. نعم. ففرقة صغيرة
مدرب بتاعها صغير، بيعتمدوا كتير جدا على الجري والتراب الفاول لفرقه النادي الاهلي. طب هو الفريق المرتبط دلوقتي 49 46 للاهلي، 3 بونت النادي الاهلي، 3 بونت النادي الاهلي. هو طبعا محمد مؤثر جدا، بس الفرقه بصراحه بتاعت المرتبط كلها عناصرها كويسه، وبعد كده عندهم خبرات كتيره من الفتره اللي فاتت ان هم يقدروا يفنشوا جيم، فربنا يوفقهم باذن الله. طب كابتن، يعني النهارده النادي الاهلي هيعتمد على تشكيلته الاساسيه، عندنا وقت راحه كان كافي جدا جدا يا كابتن نبيل، يعني بتهيألي من اخر مباراه الاتحاد كان عندنا تقريبا 12 يوم او 13 يوم، ففي ريكفري اتعمل بشكل جيد. النهارده الحمد لله ما عندناش غيابات، اعتمادك على التشكيل الاساسي هيكون في اتنين عزب والسيبز اللي هم كانوا لا نفس الغيابات اللي كانت، قصدي الاتحاد كان ما عندكش غيابات ازيد منهم، ولكن قصدي اقول انه بنفس التشكيل واخد الريكفري بتاعك كويس، يعني الفرقه بشكل او باخر في احسن حالتها حتى الفنيه في احسن حالتها. بالظبط، شايف النهارده كابتن مستر اجوستي يعني هيحاول يقسم الجهد على اللاعبين، ولا هيقول لك انا اكسب النهارده وبعد بكره يبقى حساباتنا حسابات؟ هو لازم يقسم، لان هي كمان فرقه سموحه بتعتمد على الران، يعني بتجري كتير جدا في ترانزيشن اوفنس علشان تلبس الفرقه اللي قصادها فاولات وتعمل ترابل فاول للايه للفرقه اللي قصادها. فبرضو انا في رايي ان هو لازم هيعمل التدوير بتاع اللعيبه بحيث ان هو ما يقعش في التراب الفاول، خاصه ان احنا عندنا كل اللعيبه تقريبا في مستوى متقارب وكلهم لعيبه نجوم ولعيبه كبار. نعم، الكوارتر الرابع هيبتدي بالنسبه للفريق المرتبط و فرق 3 بونت نادي الاهلي 49 46. وخلينا كده يعني بنظره فنيه سريعه قبل ما نروح نستعرض الاجهزه الفنيه واللاعبين، نستعرض ابرز اللي كان في مباريات قبل النهائي. يمكن مباراتين قبل النهائي في النادي الاهلي مع نادي الاتحاد، هتكلم على الفريق الكبير طبعا، فريق كبير. المباراه الاولى انتهت لنادي الاتحاد 75 61، المباراه الثانيه انتهت للنادي الاهلي 85 79. دي الاحصائيات بتاعه المباراتين على الاتحاد الرسمي او الصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره السله، ونحن بنشكرهم الحقيقه على توفير هذه الاحصائيات. يمكن المباراه الاولى في النادي، المباراه الاولى كان النادي الاهلي خارج مستواه، كان اوف دي يا كابتن سلعاوي، وكنا حللنا المباراه دي وشفنا انه يعني الافشنسي كان بتاع النادي الاهلي ساعتها 54 والافشنسي بتاع النادي الاتحاد 101، فنسبنا كلها كانت بره الطبيعي بتاعها، لغايه ما جينا في الشوط او في المباراه الثانيه وارتفعت الافشنسي بتاعنا من 54 او فعاليتنا في المباراه ل 91 في المباراه الثانيه. في وقت النادي الاتحاد الاسكندري فعاليته قلت من 101 في المباراه الاولى ل 88 في المباراه الثانيه. تفسر ده بقى يا كابتن سلعاوي هذا الترانسفير الكبير اللي حصل في خلال يومين مع النادي الاهلي، انه اتنين من الارقام دي والافشنسي ده، يعني الافشنسي هتلاقوه في الخانه اللي فوق او الجدول اللي فوق في الخانه قبل الاخيره، هتلاقي هنا النادي الاهلي 54 كان في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه 101، لكن في المباراه الثانيه النادي الاهلي كان 91 افشنسي، الاتحاد الاسكندريه 88. تفسر ده بايه يا كابتن؟ افسر ان اعتقد النادي الاهلي بالفريق او المجموعه اللي موجوده مع النادي الاهلي هي مجموعه تعتبر شبه منتخب مصر. المجموعه دي اعتقد انها ما تقدرش تخسر ماتشين. واعتقد ان مستر اوغستي برضو قام بمجهود كبير جدا في اعاده الاتزان للفرقه. هو من نوعيه المدربين اللي بيفصص كل حاجه صغيره وكبيره حصلت في الجيم، وبيشوف الاخطاء وبيعمل عليها سبوت كده زي ما بيقولوا، او بيعمل عليها اضاءه عشان تتصلح في المباراه. واعتقد ان كمان الديفنس بتاعنا في اتصلح جدا في المباراه الثانيه عن المباراه الاولى، زائد ان نسبه الثري بوينت رجعت لطبيعتها، وكان التركيز زياده في المباراه الثانيه عن المباراه الاولى بمراحل. الفريق بيحب يعني تملي، احنا وقعنا دي تاني او تالت مره مع الاتحاد الاسكندري في الدور اللي قبل النهائي. واحنا عندنا خبرات زي ما الاتحاد الاسكندري كان عنده خبرات، بس كان التوفيق لصالحنا في المباراه الاخيره. والمرتبط برضو ما نعتبروش مقياس قوي، لانه هو بيعتمد على فرقه 18 سنه، ففرقه 18 سنه كانوا كسبانين الماتشين، فكانت المباراه انت محتاج مباراه واحده من الاثنين. نعم كابتن نبيل، تتفق مع كابتن سلعاوي الترانسفير ده كان نتيجه التركيز واعاده التركيز مره اخرى وترتيب الصفوف نتيجه الترانسفير اللي حصل الكبير من مباراه النادي الاهلي الاولى مع نادي الاتحاد للمباراه الثانيه مع نادي الاتحاد؟ تفسر ده بايه؟ هو برضه ده دليل ان فرقه الاهلي بتلعب تحت ضغط اقوى،
يعني ما يعني مثلا ما بيحصلهاش دروب نتيجه الضغط، بالعكس يعني المباراه كان في ضغط جامد جدا على فرقه النادي الاهلي، ومع كده عملوا ديفنس كويس جدا ولعبوا مع بعض كويس جدا. يعني الاسيست هنا هو مثلا احنا 18 هم 14، التيرن اوفر احنا 9 هم 17، فدي برضو حاجات تدل ان النادي الاهلي كان عامل ديفنس كويس جدا وبيحاول ان هو يجري هجوم سريع بحيث ان هو يخلص الايه المباراه لصالحه. فدي حاجات يعني ده حاجات يعني هو النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب تحت ضغط، النادي الاهلي ما بيهموش المباريات النهائيه بيلعب بقوه، فعمل ديفنس كويس زي ما كابتن سلعوه قال، وكانت النتيجه ان هو كسب المباراه. طيب خلينا برضو عين على المنافس، خلينا نتكلم عن نادي سموحه مباراته مع نادي سبورتنج. هستعرض بعض الارقام مع ضيوفي الاعزاء ونحللها سوا. يعني يمكن نادي سموحه في المباراه الاولى يعني خسر طبعا من نادي سبورتنج، انا بتكلم عن فريق كبير، خسر من نادي سبورتنج 89-69، يعني بنتكلم فرق 20 نقطه وده فرق كبير جدا. طيب الافشنسي كان بين نادي سموحه، يعني نادي سبورتنج مش هنتكلم عنه لانه خرج خلاص من البطوله اول ثلاثه ورابع، انما هنتكلم على على سكاوتنج نادي سموحه اللي هو اللي تحت. يعني انزلوا يا جماعه في الصوره شويه، ده اللي فوق ده سبورتنج كلوب نادي سموحه، الجدول اللي تحت او نص الورقه اللي تحت هيبقى هو سموحه. طيب الافشنسي كان بسموحه في المباراه الاولى كان 62 وده رقم قليل جدا، حطوا 69 بوند. الملاحظ هنا ان كانوا عاملين 17 تيرن اوفر سموحه عاملاه في المباراه الاولى، وده رقم يعني مرعب لاي فرقه، او كور مقطوعه رقم مرعب لاي فرقه عايزه تكسب. طيب النادي اللي سموحه، يعني بقول الحاجات دي يا كباتن بعد اذن حضراتكم يعني ايه هنتناقش فيها، عندهم امريكي اسمه راندي رقم 25 حاطط في المباراه الاولى 11 بونت، ده احصائيات سموحه في المباراه اللي لعبتها وخسرتها. طيب بصوا بقى النقله في الارقام يا كابتن بقى المباراه الثانيه. المباراه الثانيه نادي سموحه ارتفع من الافشنسي من 62 بقى 99، فعاليه جوه الملعب من 62 بقت 99. يعني نادي السموحه عمل نفس الترانسفير اللي عمله النادي الاهلي، انه علا جدا فعاليته في ارض الملعب، حط 91 نقطه في الوقت اللي هو كان حاطط في المباراه الاولى 69، يعني بزياده 22 نقطه عن المباراه الاولى. الحاجه الثانيه ان راندي اللاعب المحترف حط في المباراه الاولى 11 بونت، في المباراه الثانيه ايوه سموحه النص الاولاني النص الاولاني تاني سبورتنج لانهم عكسوا في المباراه الثانيه، راندي اللاعب المحترف الامريكي رقم 25 حط 25 نقطة في المباراة الثانية، يعني المباراة الأولى حط 11، المباراة الثانية حاطط 25 نقطة، من أصل 22 نقطة الفرق النادي سموحة، النادي سموحة حطهم. طيب التيرن اوفرز 14 تيرن اوفر في الشوط في الماتش الثاني، في الماتش الأولاني سموحة عاملة 17، برضو تيرن اوفرز عالي. كابتن سلعاوي الأرقام اللي قلتها دي يعني تقرأ إيه من غير ما تشوف سموحة كده؟ من غير ما اشوف سموحه اقول ان هي نفس ظروف الجيم ده، نفس ظروف الاهلي، نفس ظروف اللي حصلت مع الاهلي. الماتش الاولاني كان دفاعهم سيء جدا، ما بيلعبوش مع بعض، ما كانوش بيجروا صح، كان عندهم مستوى التيرن اوفر في الماتشين او اللي هي الباصات المقطوعه او الاخطاء كانت عباره عن يعني 28 في الماتشين، 17 في المباراه الاولانيه، لكن استطاعوا ينزلوها ل 11 في المباراه الثانيه. اللاعب الامريكي كان ممسوك كويس في الماتش الاولاني، في الشوط في المباراه الثانيه بقى ما اتقلت فعاليه الدفاع، واعتقد ان لعيبه سبورت جالهم ارتاحيه يعني من اللاعب الامريكي في الدفاع. الماتش الاولاني كان شكل لعيبه سبورتنج لعيبه نازله مقاتله، دفاع قوي بيجروا على الفاست بريك، لكن الشوط الثاني وبرضه عايز اقول لك حاجه، ان لعيبه سبورتنج في نفس الجيم استطاعوا ان هم يعملوا دفاع قوي ويوصلوا بالسكور لحد فوق ال 10 بونت، لكن مع نهايه المباراه استطاع لعيبه سموحه الحفاظ على اللي هو او رفع معدلاتهم. نعم. يعني هو اللي ملاحظ ان سموحه رفعت معدلاتها الاداء بتاعها في المباراه الثانيه، في الاداء الثاني، وده هي نفس ظروف النادي الاهلي. وبعدين اللي ساعد سموحه برضو ان هم كانوا محتاجين مباراه، نفس ظروف النادي الاهلي، هم كانوا محتاجين مباراه للكبار لان الاثنين الصغيرين كسبوا سبورت. كابتن نبيل تعلق ايه بالارقام بتاعت نادي سموحه اللي احنا كنا ذكرناها من شويه؟ وطبعا انا ما كنتش عايز اتكلم على سبورتنج، بس من الواضح ان الفرقه صغيره سموحه يعني ما كنتش عايز اتكلم عليها. فمع الضغط النفسي وان فرقه سموحه قدرت تمشي معاها قريب، دوا اثر بالسلب عليهم. لكن برضه هنرجع لسموحه، سموحه راندي كل
دوا جايب 25 بونت بس هتلاقي حاجه غريبه جدا 15 واحده منهم فاول شوتينج صحيح يعني 15 بونت فاول شوتينج 15 ما جابش ولا 3 بوينت وجايب 10 بونت في بتاع دوا جايب يعني 5 باسكت طول الجيم ده 15 فري ثرو فاول شوت من 15 خد 15 جابهم 100 100 نسبته 100 نسبته 100 صحيح ما فاول شوت بس ك 3 بوينت ما جابش برضو دي كانت حاجه ما جابهمش ما جابش 3 بوينت وجايب 5 ميديم شوت او دخول على الباسكت فالسكور بتاعه هنا هو ده يدللك عليه يا كابتن اللعيب دخيل ولا شويه هو مسكوه حب يمسكوه جامد هو لعيب ذكي قدر ياخد فاولات كتير من اللعيبه بتاعه سبورتنج وبالتالي لانهم صغيرين وهم دافعين صحيح اتفضل يا كابتن نبيل فماتش سبورتنج فماتش سموحه لما تيجي تبص تلاقي للاستاتستيك بتاعه هو مش عالي بس هو يخض في ان هو مش عالي ومع كده هم قدروا يكسبوا قدروا يجيبوا سكور عالي زي ده في نفس الوقت هو برضو احسن سكورر عندهم راندي ومازن عزازي 13 بونت واحمد فوده 13 بونت يعني دول اعلى سكور جابوه الثلاثه دول في المباراه نعم ومحمد يونس يعتبر احسن ريباوند عندهم جايب حوالي 9 ريباوند 2 في الهجوم و7 في الدفاع لكن عامه يعني اللي انا خايف منه مش خايف من سموحه انا خايف ان مثلا ايه ان الفرقه مثلا بتاعتنا تلعب مش بادائها بس اتوقع ان باذن الله الفرقه مؤهله ان هي تلعب بكامل قوتها بتلعب على بطوله بتلعب شايفه الجمهور بتلعب بضغط ان ممكن المرتبط برضو ما يساعدهمش زي كل مره ودي حاجه كويسه بالنسبه لنا دافع كويس نعم طب خلينا نقارن نسب يعني مئويه مهمه جدا لسموحه احنا كل ده بنحاول نحط حضراتكم في المباراه واجواءها والناحيه الفنيه اكتر من الكلام على الاسامي. المباراه هنقارن مباراه النادي سموحه اللي لعبها في تاني مباراه اللي ادى فيها الاداء الكويس عشان تبقى هي دي الريفرنس بتاعنا او المرجعيه، مش هنقول المباراه الوحشه او المباراه اللي ادائها سيء، هنتكلم عن مباراه اداء احسن اداء لسموحه، وهتكلم عن احسن اداء للاهلي في المباراه اللي قبليها، يعني ايه؟ يعني مباراه الاتحاد احسن اداء، هنشوف المقارنه ما بين النسب. هنقول الثلاثة بونت مثلا يعني هنتكلم عن الثلاثة بونت للنادي الأهلي الثلاثة بونت للنادي الأهلي في المباراة الثانية كانت 34.4 في حين نادي سموحة خلي بالك من الرقم ده قوي يا كابتن سلعوة وكابتن نبيل المباراة الثانية للنادي الأهلي اللي هو كانت أحسن مباراة ليه اللي احنا كسبناه فيها حاطط النادي الأهلي 3 بونت بنسبة 34.4 سموحة 72.9 يعني 73% تقريبا نسبتها في 3 بوينت 3 بونت نسبة سموحة في 3 بونت لا انا اسف الفري ثرو لا انا اسف الفري ثرو انا اسف خلينا نتكلم عن الفاول شوت انا اسف الفاول شوت الفري ثرو للاهلي كان 55.8 وسموحه 73 انت متخيل يا كابتن الرقم يعني فرق 20% في الفاول شوت لسموحه افضل طب نخش على الثلاثه بونت الثلاثه بونت الاهلي 42% في الوقت اللي سموحه 34% يعني احنا نسبتنا افضل في ثلاثه بونت في الوقت المحترف بتاع سموحه ما جابش فتلاتة بونت برضو عند سموحة كويسة لو اتكلمنا على التو بوينتس نسبتنا احنا 40% سموحة 38% يعني معنى كده ان احنا نسبنا وارقامنا النسب قريبة النسب بيننا وبين سموحة قريبة بالعكس ده في نسب يعني مفروض تعلى عن كده لو عايز تكسب يعني معنى كده وتحليل حضراتكم ايه للكلام ده انا شايف ان النسب زي ما انت قلت يعني متقاربة لكن فريق سموحة فريق سريع جدا جدا فمحتاج ديفنس بتركيز تغطيه كامله من جميع اللعيبه طيب حضرتك بتقول لعيب سريع فرقه سريعه طب ما نشوف السكور اللي حطوه من الفاست بريك عشان ناكد كلام حضرتك في المباراه الثانيه نادي سموحه الله يفتح عليك يا كابتن سلاوي صحيح نادي سموحه حاطط 22 نقطه من الفاست بريك من اصل كام يا كابتن من اصل 91 يعني حاطط ربع سكور فاست بريك هو انا بقول لك فرقه سريعه فرقه بتعرف تجري على الفاست بريك بيجروا في خطوط منتظمه لعيبه يعني بتعرف تجري في اماكنها كويس فبيمثل دولت بيمثل 25% من القوه الهجوميه بتاعته الفاست بريك صحيح وبعدين هو بيكمل الباقي بالثري بوينت بالتو بوينت بالفاول شوتينج نعم يعني ده تكملته لكن هو عنده يعني ده يدينا مؤشر كمان ان ممكن يكون الريباوند عنده كويس نعم طيب كابتن نبيل تحليل حضرتك لارقام المتقاربه والنسب اللي بيننا وبين سموحه هو طبعا يعني مع احترامي طبعا للي حصل لكن احنا كنا بنلعب الاتحاد
تمام. فبالتالي صح. الارقام مش زي ما مثلا يعني مش زي مثلا ما يكون المباراه مثلا برضو فريق اخر غير الاتحاد. فريق اخر غير الاتحاد. الدفاع اللي عليك اقوى بكتير من بكتير. اي فرقه تانيه. الاتحاد بتعمل دفاع كويس، دفاع منظم، بتقدر تعمل ترانزيشن ديفنس فبتوقف لك الهجوم السريع. فطبعا يعني الارقام قريبه من بعض، بس اعتقد ان يعني ان الفرق مختلفه. نعم. طيب نتكلم عن الريباوند يا كابتن. نشوف كده الريباوند بالنسبه لسموحه، كان كام ريباوند في الماتش الثاني ليهم؟ ريباوند توتال ريباوند جايبين 40. سموحه جايبه 40 دفاع ريباوند. هجوم. دفاع وهجوم. دفاع وهجوم جايبه ديفنسيف اكتر، ديفنسيف جايبه 32 واوفنسيف جايبه 8، مجمل 40. ايوه، ما هو عشان كده في فص بريك، في 25% من السكور فص بريك. الاهلي مع الاتحاد جايب 43 ريباوند، جايب اكتر، يبقى معنى كده ايه يا كابتن نبيل؟ لا، احنا عندنا طبعا كطوال قامه، احنا عندنا طوال قامه اطول منهم، اقوى منهم. هم يعني بيعتمدوا على الفريق في التحجيز واللم احسن. برضو ريباوندر عندهم هو زي ما قلنا محمد يونس، جايب 9-2 في الاتاك و7 في الديفنس، 9 من ال 40 اللي هم او مثلا من الكميه اللي هم لموهم. فده لا، احنا يعني المباراه دي مختلف عن المباراه اللي فاتت بالنسبه للاهلي. لا، احنا كطوال قامه تحت الباسكت مفروض ان احنا نعتمد عليهم ان هم يقدروا يعدوا مثلا المباراه، او يقدروا يكون ليهم دور كبير في المباراه. طيب. سواء في الديفنس او سواء في الاوفنس كريباوند. يعني حضرتك تراهن ان احنا انسايد كريباوند احسن؟ احسن طبعا. يعني ان شاء الله النهارده ممكن يكون عمر طارق ورفاق وتحت الحلقه هيكون ليهم كلمه، والريباوند بس مش بيجي من البيج جايز بس. طيب. من الاربعه الباقيين. باسكت للنادي الاهلي في فريق المرتبط. باسكت 65-63 ويتبقى دقائق معدوده. هقول لحضراتكم فاضل قد ايه. بس باسكت للنادي الاهلي، مباراه زي ما توقعناها، مباراه الصغيرين، هتبقى ايكوال 50-50، مش هتبقى عارف مين اللي هيكسب في النهايه. طيب كابتن سلعاوي، انا وكابتن نبيل، انا جالي التشكيل النهائي. جالي التشكيل النهائي للفرقتين، فنجيب قوائم كده يا جماعه الفرق ونقارن، نشوف اللي هيجي في الملعب وهو اللي معانا ولا اللي احنا كنا يعني متوقعينه. فهستاذنك يا كابتن سلعاوي، حضرتك قول ال 12 لعيب اللي احنا كنا مجهزينهم او اللي احنا كنا متوقعينهم، وهقول لحضرتك مين ال 12 لعيب اللي جايين من ارض الملعب. اتفضل يا كابتن. عمرو زهران رقم الفانيلا 0-0، مارك لوينز 2، ايهاب امين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، مؤمن طارق خيري 9، مصطفى كيجو 10، علي وحيد 11، احمد مويب 14، محمد عبد ابو النصر 23، يوسف المعداوي 35، وعمر طارق 55. يبقى اذا الغياب بس 2 لعيبه هم عزب وسيف. ده التشكيل اللي احنا توقعناه كابتن سلعاوي، مشكورا ذكروا لحضراتكم، ولكن هنا في مفاجاه وهي اشراك كريم حاتم مكان علي وحيد. كريم حاتم هو صانع العاب منتخب مصر، صاحب ال 17 عام، واللي كان ما بيتمرنش لاسباب فنيه كانت الفتره اللي فاتت مع الفريق الاول. وزي ما شفتوا حضراتكم حجم المعاناه اللي كان بيعانيها النادي الاهلي في مباراتين الاتحاد وهو بيلعب بصانع العاب واحد وهو عيسى لاعبنا المحترف. كان مستر اجوستي في هذه الاثناء او في المباراتين دول بيلجا لإيهاب امين، بيمسك الملعب، بيلعب مركز صانع العاب مكان او بديل لعيسى في بعض الاحيان. فانت كنت هنا بتدوش شويه او بتتقل شويه على إيهاب امين ان هو يطلع بالملعب. النهارده عوده كريم حاتم دي عوده مقصوده، انه يكون النهارده عندك 2 بوينت جارد، عيسى اللاعب المحترف وكريم حاتم لاعب منتخب مصر او بوينت جارد منتخب مصر ولاعب كاس العالم وصاحب ال 18 عام من ناشئين النادي الاهلي. كابتن يعني بيتهيألي يعني كان متوقع ان كريم حاتم يخش، وكان بيتمهد له من اسبوعين ثلاثه ورجع للتدريبات، ولكن بقاله فتره منتظم في التمارين. هيفرق كتير. رايك ايه النهارده في التغييره دي يا كابتن؟ طبعا هي تغييره يعني تغييره برضو فيها ذكاء، لان هم بيعتمدوا على لعيبه صغيره صراع، فعايز يعمل تراب الفاول مع اللعيبه بتاعتنا. فانت بتضيف لعيب بره ممكن يعمل ديفنس وفي نفس الوقت ممكن يمسك الملعب، بحيث لو في ضغط على اللعيب الاجنبي او إيهاب امين ممكن هو بيبقى متواجد معاهم كصانع لعب. نعم. طب كابتن نبيل، زي ما استعرضنا قائمة الفريق في النادي الأهلي، نستعرض قائمة لاعبين نادي سموحة ونقول لحضراتكم هل هو نفس التشكيل اللي احنا كنا متوقعينه ومجهزينه ولا هناك تغيير؟ لأن أنا معايا اللاست أبديت في أرض الملعب. اتفضل كابتن نبيل. قائمة سلة رجال نادي سموحة الإسكندرية: أحمد فودة 1، عبد الرحمن سمير 2، مهند الصباغ 4، أحمد عمارة 7،
رؤوف صفواني 9، احمد خانكا 10، ابراهيم خالد 23، والمحترف الامريكي راندي كولاربير 25، مازن المصري 32، محمد يونس 33، نور طلال 35، مازن عزازي 77. بالتالي هو نفس التشكيل تاني. انا هقرا لحضراتكم تشكيل نادي سموحه تاني وبعد اذنك كابتن نبيل برضو شوف كده هو نفس التشكيل ولا في اختلافات. في عبد الرحمن سمير بودي رقم 1 معانا، احمد ابراهيم فوده 2، يوسف ولاد صح مظبوط كده، يوسف اللي هو رقم 3 يا كابتن، رقم 3 لا ده مشارك جديد يوسف مش موجود في القائمه، يا ده يوسف مشارك للمره الاولى او دخل القائمه النهارده غير المتوقع. مهند الصباغه 4، في رؤوف الصفواني 9، في عندنا احمد خانكه 10، ابراهيم خالد كابتن الفريق رقم 23، راندي اللاعب الامريكي رقم 25، شهاب الدين رقم 30، محمد يونس 33، نور طلال رقم 35، ومازن العزازي. اذا يوسف هو اللاعب رقم 3 وشهاب كمان، شهاب ده برضه دخل على التشكيل الجديد بدل احمد عماره. واحمد عماره مصاب فيوسف متهيألي دخل مكانه بالظبط. شهاب برضه الدين بس مش شهاب الدين رقم 30. يبقى التشكيل بتاع نادي سموحه شهد تغييرين عن المباريات اللي فاتت، الا وهو شهاب الدين علي رقم 30 ودخول يوسف كمان. الحقيقه يوسف هو مش واضح قوي، يوسف اسمه يوسف ولاد ولا يوسف انا مش واضح قوي عندي، ولكن هو اسمه يوسف رقم 3، يوسف ولاء، انا اسف يوسف ولاء. هو طبعا الاسامي جايه بخط الايد فاحنا بنحاول بقدر المستطاع نجيب الاسم بالظبط. يوسف ولاء رقم 3 ده اللي دخل في السكور شيت بالنسبه ل طبعا سموحه. النتيجه دلوقتي النتيجه يا كابتن 69-69 ودقيقتين، اتصور ان شاء الله او يعني اتوقع النادي الاهلي هيكسب، يعني طالما جينا في الوقت ده الخبرات احنا لعبتنا اكتر يعني خبره ان شاء الله. بس هو مين اللعيب التاني اللي خرج؟ ما احنا مش قادرين نحتاج طيب اقول لحضرتك الاسامي تاني واعلم عليهم وانت هتعرف. عبد الرحمن سمير بودي معاك، احمد فوده معاك، يوسف ولاء ده جديد، مهند الصباغ، رؤوف الصفواني، احمد خانكه، ابراهيم خالد، راندي، شهاب جديد، محمد يونس، نور طلال، مازن العزازي. دول الاسمين بقى مازن المصري هو اللي خرج. مازن المصري هو صح، مازن ما هو مازن عزازي، مازن المصري يبقى مازن المصري اللي خرج. مازن المصري خرج وعماره اللي خرج، يعني هو خرج قطر ولعب ارتكاز. يبقى عماره وينج ومازن المصري هو اللي خرج. يبقى كده عندنا اثنين لعيبه من سموحه من التشكيل الاساسي خرج ودخل اثنين لاعبين. هل نتيجه الاصابه حاجه غير كده هنعرف؟ لا اصابه، احمد عماره اصابه، احنا شفناه في ماتش سبورتنج. احمد عماره مصاب. طيب مازن المصري ما ممكن اسباب بقى. فنيه بقى ممكن اختيارات فنيه او ما شابه. لكن انا عايز اقول برضو كحته كريم حاتم دي من احسن الحاجات اللي اتعملت في مباراه النهارده. ليه يا كابتن؟ ليه؟ لانه ولد مستقبل، يعني الولد ده مستقبل بالنسبه للنادي الاهلي. اعتقد عمل مباراه انا بحب لعبه جيده جدا مع 20 سنه لسه نازل ومنتخب مصر وكده. حتى احنا كنا انا والكابتن نبيل يعني متابعين التدريبات، بسم الله ما شاء الله كان في التدريبات متفوق على نفسه يعني. واعتقد ان هو في المباريتين دولت او في هيبقى مكسب للنادي ان شاء الله. طيب خلينا نستعرض الاجهزه الفنيه يا كابتن. اتفضل كابتن سلعاوي، الجهاز الفني للنادي الاهلي اتفضل. الجهاز الفني للنادي الاهلي بيتكون من الاسباني اوجوستي بوش مدير فني، احمد الجارحي مدرب عام، رامي الدياسطي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل اصابات، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات. اشكرك كابتن سلعاوي. خلينا نروح نستعرض كابتن نبيل بعد اذن حضرتك الجهاز الفني نادي سموحه واللي بقياده المدير الفني الجديد الشاب اللي هو يعني اول مره يتولى المسؤوليه دي والحقيقه ثبت نفسه يعني كابتن تامر مصطفى. اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني لرجال سله سموحه، تامر مصطفى مدير فني، مؤمن ابو العنين مدرب عام، اسامه شوقي مدرب، باهي فاروق رئيس الجهاز الاداري، محمد زكريا مدير اداري، الدكتور تامر جلال طبيب الفريق، احمد واعر اخصائي، محمد محرم مخطط احمال، عمرو الصباغ معد نفسي. اشكرك يا كابتن. وخليني اقول لحضراتكم معلومه، تامر مصطفى لاعب
او مدير فني منتخب نادي سموحه، لعب في النادي الاهلي، لعب في النادي الاهلي تقريبا 5 سنوات او 4 سنوات، كان قادما من سموحه وبعد كده ساب النادي الاهلي ورجع لسموحه. بالنسبه هو لسه مبطل من 2 3 سنين، فدي يعني كادر يعني تدريبي وفني جيد، وان هو الحقيقه ثبت نفسه، وان هو لاول مره يتحقق على ايده انجاز انه يصعد للمباراه النهائيه. يمكن القرعه خدمته شويه، ولكن ده مش مبرر، ما هو كان ممكن يطلع من قبل النهائي. القرعه خدمته ان الاهلي والزمالك والاتحاد والجزيره وقعوا في صف بعض، يعني الاربع فرق الكبار كانوا في صف بعض في لحتى النهائي. في الناحيه الثانيه كان يمكن سموحه وسبورتنج تقابلا في المباراه قبل النهائي. ده ما يمنعش كمان نادي سبورتنج بقياده الكابتن اشرف توفيق ابن النادي الاهلي والمدير الفني السابق لفريق الكره الاول او كره السله الاول، برضه المدير الفني لسبورتنج، عمل فرقه صغيره، عمل ترانسفير جامد. سبورتنج السنه اللي فاتت برضه كانت في حاله مش جيده يعني فنيا، ولكن نجح بشكل كبير انه ينقل الفرقه لوضع اخر. وبرضه المرتبط ساعده في دي، لان عنده مرتبط محترم جدا، مرتبط نادي سموحه، فبرضه نشيد بفرقه المرتبط بالنسبه لفرقه نادي سموحه، يعني ان هو قدر يوصل لان هو يلعب نهائي بطوله دوري المرتبط. 4 بونت اهلي يا كابتن، وثواني على نهايه المباراه كريم، لان دقيقة و12 ثانية على نهاية المباراة، بس بتهيأ لي كده يعني المباراة راح النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم الخبرات للنادي الأهلي أعلى في فريق الشباب. هو فرقة المرتبط دي ماسكها برضه متهيأ لي مؤمن أبو العينين، أو هو اللي كان بيكاتش النهاردة، وده برضه من اللعيبة، وأعتقد إن هو لعب في الأهلي مؤمن. يعني الاثنين لعبوا في الأهلي، دي حاجة برضه صحيح. صحيح. طيب كابتن سلعاوي، سيناريو المباراة بتتوقعه ازاي؟ شايف النادي الاهلي هيفرق كتير، النادي الاهلي هيبتدي من اول مباراه كلوز جيم، يعني توقع كده فني من رؤيه توقعاتي انا بالنسبه لمباراه النهائي بيبقى ليها حسابات مختلفه عن المباراه الاخرى، بيبقى فيها موضوع التجارب فيها بيبقى قليل جدا. لا اعتقد النادي الاهلي هينزل بالقوه الاساسيه بتاعته اللي هي طبعا عمرو زهران وايهاب امين وعمر طارق ومروان سرحان واللاعب الامريكي كصانع لعب. واعتقد المباراه هتمشي في اول شوط قريبه شويه، لكن بعد كده النادي الاهلي هيفتح النتيجه للخبرات برضو، لان برضو النهائيات دي محتاجه خبرات. الاهلي متمرس على النهائيات والخبرات. كل ما نخشى بس هي طموح الشباب، ولكن اعتقد ان خبرات الاهلي، وبعدين فرقه النادي الاهلي او مستر بوش جوستي بوش بيعرف يسيطر على الجيم، يعني بيعرف ايه يسيطر على الجيم، بيعرف يفرض اسلوب لعبه على الفريق المنافس، بحيث ان انت طالما فرضت اسلوب لعبك بتبقى انت اللي ماسك الكنترول بتاع الجيم، او انت اللي متحكم في المباراه. حتى لو فريق سبورت سموحه تلعب باسكت 2 بتبقى العمليه لسه قريبه. لكن توقعاتي ان النادي الاهلي 29 ثانيه يا كابتن، 29 سنه 29 ثانيه لمباراه المرتبط، 73 71. الكره مع مين؟ الكره مع الاهلي وقت مقتطع او تايم اوت. فالنهارده ان شاء الله الاهلي يكسب، بس هو ممكن تروح للاكسترا تايم. كابتن امير بيضحك، ممكن تروح للاكسترا تايم، يعني لو الاهلي سجل خلاص، لو ما سجلش ممكن تروح للاكسترا تايم. بس احنا قبل كده المباراتين برضو اللي هم اللي قبل كده كان اكسترا تايم، مفيش مشكله. لا ده احنا بس انا يعني بصرف النظر عن اي حاجه، ان الاولاد صغيرين المرحله دي لو اتحطوا تحت هذا الضغط واكسترا تايم ووقت اضافي وكده، خبرات بتبقى الاولاد بيبقوا طالعين متمرسين او ما بيحتاجوش في لما يطلع، لان خلاص 18 ده هيلعب فريق اول. نعم. فبيبقى عنده الخبرات بتاعه، يعني الضغط بيبقى خفيف عليه. نعم. فدي ظاهره جيده، هي يا بتاخر المكسب، لكن بتبقى ظاهره جيده جدا انا في رايي الشخصي يعني. طيب خلينا اوضح للساده المشاهدين ان دي ثالث بطوله النادي الاهلي بياخدها، او رابع بطوله يعني تحديدا بياخدها النادي الاهلي. كان بدا ببطوله العالم اللي كانت في سنغافوره، وبعد كده البطوله العربيه اللي كانت في الدوحه بقطر، وبعد كده رجع على السوبر المصري في البحرين وفزنا بلقب السوبر المصري. البطوله العربيه لم نوفق، وايضا بطوله العالم لم نوفق. رجعنا لعبنا رابع بطوله هي اللي هي دوري المرتبط، ماشيين للمباراه النهائيه. النادي الاهلي طبعا ما بيحتفلش بمباراه او بخطوه من الخطوات. مستر اجوستي قفل طبعا، كان صفحه الاتحاد السكندري تاني يوم على طول. يمكن كان مباراه مهمه، ولكن انت لسه حتى الان مش البطل ومعكش الدرع عشان تقول انا بطل المرتبط. فمباراه النهارده مهمه جدا جدا جدا، لازم اللعيبه تاخدها بجديه.
نادي سموحه زي ما قال ضيوفي الاعزاء، نادي سموحه ما عندوش حاجه يبكي عليها، النهارده متحرر من اي ضغوط، هو عمل الانجاز اللي هو عايزه انه وصل المباراه الفاينل. فانت النهارده لو ما لعبتش بكل قوه لا هيبقى عندك مشكله، هيبقى عندك مشكله كبيره، انه نادي سموحه ما عندوش اي ضغوط ولا اي خوف من اي شيء، فهيلعب ويتحرر من الضغوط، وممكن ده يكون سلاح ذو حدين. مطالب منا الهدوء النهارده في اول مباراه، مطالب منا السيطره، ان انت لما تطلع تاني ما يتهزش الاداء والسكور يقل، تفضل راكب المباراه زي ما بيقولوا منذ البدايه للنهايه. كابتن نبيل ارجع اقول لحضرتك النهارده مفاتيح لعب سموحه تكون اللاعب الامريكي، وضع طبيعي جدا، هو في مباراه الفوز حط 25 نقطه. النهارده شكل الدفاع لمين اللي ممكن يمسكه عندنا النهارده؟ هو طبعا اللي بيمسك التلوى عمرو زهران اللاعب المحترف، ومعاه ابو النصر، اكتر اتنين ممكن يمسكوه، واعتقد ان ممكن برضو كريم حاتم ديفنسه كويس ممكن يساعد عليه لو في ضرب الفاول. انا اعتقد كمان ان هم هيحاولوا يعني ممكن يعني يبقى في حاله البيك اند رول، يبقى الدفاع متقدم او في تراب عليه، مش هيسيبوه يدخل وياخد فاولات وكده، هو زي ما كان بيعمل المباراه اللي كابتن خلي بال حضرتك دلوقتي خلاص تقريبا المباراه اتحسمت للنادي الاهلي 4 بونت وفاضل 11 ثانيه، 4 بونت 75 71 وفاضل 11 ثانيه، خلاص انتهت المباراه تقريبا ان شاء الله للنادي الاهلي. اكيد مبروك فوز المرتبط ده، اكيد بيخفف او بيخف الحمل على الفريق الكبير. انا برضو كنت عايز اتكلم على فرقه سموحه. في تايم اوت لتامر مصطفى هو بيتكلم معاهم في اول الجيم، بيقول الفرقه دايما ايه، بيقول لهم انا عايزكم تجروا 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 وتدخلوا على الباسكت، لان لازم اعمل تراب الفاول في الفرقه اللي قصادي علشان اقدر انهي بـ 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 يعني انهي المباراه، وهو اضعف مني عنده تراب الفاول فاللعيبه بتدوى، وفي نفس الوقت اكون انا بصحتي لان انا عندي لعيبه صغيرين. ده في التايم اوت بيتكلم يقول لهم كده. في نفس الوقت هو بيعمل حاجه بعد الرميه الحره ليه او بعد الباسكت اللي بيجيبه، بيلعب 1-2-2 ضاغط من اول الملعب. يعني ده عمل كده في ماتش سبورتنج، ما اعرفش طبعا هيعمل كده في ماتش الاهلي ولا لا، بس واضح ان هو متمرنين عليها. بس متمرنين عليها، هو بيعمل ديليت يعني تاخير للهجمه بتاعتك ان انت تجري، بان هو يعمل كده اهو وبيستفيد لو حصل تيرن اوفر. فالفرقه دي هتفضل تقاتل من لحظات حضرتك من المباريات السابقه على نادي سموحه، وهو هيفضل يقاتل لان ما عندوش حاجه يخسرها، دي حاجه، وفي نفس الوقت هو بيلعب نهائي. نعم كابتن سلعاوي نفس الكلام، يمكن هو ما عندوش سلاح تاني سموحه غير انه يجري عليك، يعني هو لو لعب منظم انت تحت الحاله اقوى، دفاعاتك هتكون اقوى بشكل كبير، فاذا هو ما عندوش غير حل انه يجري. اوقف الفاست بريك ازاي يا كابتن؟ اوقف الفاست بريك كعرف بيتوقف عن طريق ان اقرب واحد او الطويل يعطل الكره في الاولانيه. 1 بوينت الاهلي 75 كده، نادي سموحه حط 3 بونت. فضلت دي 3 بونت بقت النتيجه 75، 7 ثواني مع الكره مع مين؟ الاهلي اكيد. الكره مع الاهلي 7 ثواني وبونت للنادي الاهلي، بس برضه صعبه، يعني اتصور انه لو عمل فاول مع النادي الاهلي هياخد رميتين، جبنا واحده هيبقى عنده لا بس لسه برضه جه في الملعب 75 71. اتفضل يا كابتن سلام، معلش قطعت حضرتك. لا بوقف عن طريق ان اول واحد او اللاعب الطويل يعطل الكره لانه بيبقى ابطا واحد في الرجوع، والباقي يرجع بسرعه، كل واحد بيرجع على انه ينزل في المنطقه الدفاعيه بتاعتنا اللي هي السريسه. نعم. اللي هي الزون ديفنس بتاعنا، وبعد كده يبدا كل واحد فيهم يطلع ياخد المان تو مان بتاعه، او اذا كان بيلعب مان او بيلعب زون يبقى موجودين، او نعطله عن طريق لو خدنا الريباوند، ما هو تعطل الفاست بريك عنده، هو بياخد الريباوند، اذا بيستحوذ على الريباوند فبيطلع فاست بريك. نعم يعني برضه هي اول زي ما بيقول كابتن يعني كابتن سلاوي، هو ريباوند، ان انت كل كوره ولو هم خدوا الريباوند الاوتلت ما يطلعش بكل سهوله، يبقى ده برضه من الحاجات المهمه جدا. طيب النهارده التحكيم، يعني انا برضه عايز اقول طاقم التحكيم، احنا عرفنا اسامي طاقم التحكيم، خلينا اقول لحضراتكم طاقم التحكيم اللي النهارده في ارض الملعب. حكام المباراه النهارده باذن الله هم اسلام وحيد وتامر يحيى وخالد احمد، اسلام وحيد، كابتن اسلام وحيد وكابتن تامر يحيى وكابتن خالد احمد، دول حكام لقاء اليوم ان شاء الله. يعني اسامي مش عارفينها قوي يا كابتن سلام، صح؟ يعني انت يعني مش من الاسامي المعروفه قوي. اتمنى اليوم التوفيق، واتمنى ان المباراه تبقى ماشيه بشكل كويس، يعني زي ما احنا شفنا في مباراه الاتحاد الاولى كان التحكيم الحقيقه كان مش كويس، وكنا عارفين ان التحكيم اداء التحكيم مش سيء، وبالرغم من تاخرنا في الشوط الاول والثاني امام الاتحاد في الشوط في المباراه الثانيه اشدنا بيهم، يعني الحكام النهارده بالرغم ان احنا كنا خسرانين
ست رميتين 76 74 النادي الاهلي خد رميتين هيحط الثانيه ممكن كام ثانيه يا جماعه فاضل ما جاتش كام ثانيه كده هجمه لنادي سموحه باسكت وهجمه لسموحه ممكن في يعني هيبلغوني دلوقتي يعني سموحه هتنجح يعني ممكن فاول ممكن النادي الاهلي يعمل فاول يشوط رميتين شكلنا هنروح لك ساعتين يا كابتن هو فرق باسكت كده كده فرق باسكت اهلي لا ما اقدرش اعمل فاول دي خلي بالك هو 3 4 ثواني هي دلوقتي اللعب شغال ممكن يكون في تايم اوت يا جماعه طلبوا سموحه ولا ايه الوضع سموحه سموحه خدوا رميتين رميتين انت فاضل كام ثانيه طيب ثواني وتشوف ايه فاضل بتاع يعني الاهلي عمل فاول كده بس دي ميزه يا كابتن ميزه النهارده النادي الاهلي حافظ على فاولاته في النهايه فاول الاهلي يعني كده الماتش تقريبا خلص خلاص فاول ليه الاهلي ما جابش الاثنين هو الاهلي اللي كان ليه 200 77 74 لا الفاول كان الفاول تاني الاهلي تقريبا الاهلي قطعها وخد فاول انا مش شايف المباراه قدام فكده بقى 3 بونت وفي رميه كمان بتهيألي كده لا كده خلاص نقول مبروك النادي 78 74 كده المباراه انتهت على فكره مبروك كده المباراه انتهت المباراه على غير المتوقع واعتقد المباراه الجايه هتكون اصعب على سموحه لا بتهيألي هي المباراه دي الاصعب يا كابتن لان خلاص لو كسبنا كبار النهارده برضه انت محتاج 78 74 مبروك فريق المرتبط مبروك كابتن محمد اشرف توفيق المدير الفني للفريق انت محتاج مباراتهم لو كسبت مباراتهم مش محتاج الفاينل ما خلاص انت تكسب النهارده بالمرتبط بعد بكره خلاص انت كده مش محتاج مباراه الفاينل وده السيناريو الاقرب يا كابتن طبعا ده السيناريو الاقرب ولكن برضه ده لا يقلل من كفاءه لاعبي 18 سنه وكفاءه مدربهم وبنقول لهم مبروك وشدوا حيلكم وانتم مستقبل النادي واهتموا بنفسيكم ومعاكم مدرب جيد وتوفيق في الماتش الجاي واعتقد ان هم هيقعدوا يصلحوا الاخطاء اللي هي وبرضه السكور 74 او 76 بونت كتير جدا اشكرك يا كابتن سلام اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره الاهلي وسموحه في المباراه الاولى في دور قبل النهائي دوري المرتبط 2023 2024 ولكن بعد الفاصل ده العيشه دي تقريبا اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين تغطياتنا المستمره الاهلي وسموحه في دور النهائي مباراه المرتبط المباراه الاولى في دوري المرتبط 23 24 وخلينا نروح لصاله مجمع الدكتور حسن مصطفى ومراسلنا من ارض الملعب هناء ابو القاسم وسلا حامد عشان ننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه اتفضلي هنا برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبيك طبعا يا سلا وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان زي ما حضرتك قلت يا كابتن من داخل صاله دكتور حسن مصطفى هنقل لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين قبل المباراه المنتظره طبعا وذهاب نهائي دوري المرتبط لكره السله رجال يعني بالتاكيد احنا على موعد مع مباراه قويه جدا اكيد الفريقين عندهم دوافع قويه سواء النادي الاهلي للحفاظ على لقب دوري المرتبط او اكيد فريق سموحه واللي يعني لاول مره في تاريخه بيتأهل للمباراة النهائية من البطولة فأكيد ده كمان هيكون حافز قوي ليه كمان خليني أقول لكم أنه أكيد بنشكر الحقيقة وبنهنئ فريق المرتبط بعد فوزه في مباراة المرتبط أمام سموحة حينهم عملوا مباراة كبيرة جدا برغم أنهم كانوا متأخرين في الشوط الثاني أو الكوارتر الثاني بنتيجة 32-28 لكن حقيقة بروح بقى النادي الأهلي قدروا يعملوا كامباك قوي ويحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 78-74 وده طبعا يعني بيسهل المهمه على رجال كره السله. كل الاجواء بقى الحقيقه انه اكيد الفريقين استعدوا بشكل قوي جدا لمباراه النهارده، كلمينا بقى يا سله اكيد عن الاجواء داخل الصاله وكمان استعدادات فريق النادي الاهلي. بشكرك جدا طبعا يا هنا بس طبعا خليني في البدايه ارحب بكابتن هيثم وبضيوفه الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو طبعا الكابتن نبيل بخيت والكابتن محمد السلعاوي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وزي ما قالت طبعا زميلتي هنا احنا حاليا متواجدين داخل مجمع الصالات للدكتور حسن مصطفى بمدينه السادسه من اكتوبر عشان ننقل لحضراتكم الاجواء والاستعدادات سواء لفريق النادي الاهلي او فريق نادي سموحه قبل مباراه اليوم وطبعا بنتكلم عن مباراه الفاينل او الدور النهائي من بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال بس طبعا خليني في البدايه قبل ما ننقل لحضراتكم الاستعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه اليوم اتكلم شويه عن الاجواء داخل الصاله طبعا مباراه اليوم طبعا يا هنا بتقام النهارده بدون جمهور نهائيا سواء لفريق النادي الاهلي او فريق نادي سموحه يمكن بس يعني الحضور مقتصر فقط على الاهالي وعلى يعني
يعني كل ما يخص سواء فريق نادي الاهلي او فريق نادي سموحه. الاهلي طبعا متواجدين لمساندة انبائهم سواء في فريق المرتبط او فريق الدرجه الاولى. كمان بالنسبه للمقصوره متواجد يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي سواء الدكتور محمد شوقي او المهندس خالد مرتجي، وكمان من الاتحاد المصري لكره السله الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله متواجده ايضا لمشاهده مباراه اليوم. يمكن دي بالنسبه للحضور. بالنسبه لاستعدادات فريق النادي الاهلي وتحت قياده طبعا مستر اوجاستي ابوشا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن الفريق طبعا استعد يا كابتن هيثم بشكل طبيعي زي كل مباراه. امبارح الفريق دخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراه، يمكن كمان قبل ما يدخل في معسكر مغلق يعني اتمرن على نفس الصاله، الصاله طبعا خاصه بالمباراه صاله الدكتور حسن مصطفى. والنهارده الصبح كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين مستر اوجاستي ابوش وجميع اللاعبين طبعا يعني عشان بيتكلم معاهم او الحديث عن يعني كل نقاط الضعف والقوه الموجوده في نادي سموحه وكل ما يخص المباراه. فالفريق استعد بشكل طبيعي جدا. وكمان خليني اقول لحضرتك يا كابتن هيثم انه السكور شيت الخاص بلاعبي النادي الاهلي يمكن طبعا البدايه مع عمرو زهران، مروان سرحان، كيجو، ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، مؤمن طارق خيري، احمد مهيب، محمد ابو النصر، يوسف المعداوي، كريم حاتم، والمحترف عيسى. وكمان طبعا اللي بره السكور عمر عزب وبالتاكيد سيف سمير واللي لسه يعني في فتره التاهيل قدامه ثلاث اسابيع ان شاء الله وهينتظم في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. ويمكن هو كان بيعاني بالتاكيد يا هنا كان بيعاني من جزع في الرباط الداخلي ورباط الصليبي في الركبه. يمكن دي كانت كل الاستعدادات طبعا الخاصه بفريق النادي الاهلي. يمكن يعني خليني طبعا اروح لزميلتي هنا وعايزين نعرف منك طبعا يا هنا الاستعدادات بالنسبه لفريق نادي سموحه قبل مباراه اليوم. بالتاكيد طبعا يا سلا، اكيد فريق سموحه استعد بشكل قوي جدا لمباراه النهارده، يعني اكيد مباراه فاينل خلاص كل فريق بيطمح للفوز بالبطوله. زي ما قلت سموحه عنده دافع قوي جدا للفوز بالبطوله، لكن اكيد عندنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي. خليني اقول لكم انه سموحه يعني معسكر داخل صاله دكتور حسن مصطفى من يوم الاثنين، كان عنده مران على الصاله يوم الاثنين وكمان امس، وكمان اكيد كان في عدد الحقيقه من المحاضرات الفنيه للمدير الفني طبعا كابتن تامر مصطفى مع اللاعبين. يعني خليني اقول لكم انه امبارح كان في محاضره فنيه باستخدام الفيديو مع اللاعبين عشان بقى الحقيقه يعني يناقشوا كل الامور المتعلقه بمباراه النهارده. خليني كمان اقول لك يا اقول لحضرتك طبعا يا كابتن هيثم ان سموحه مركز بشكل قوي جدا. يمكن كمان شفنا في دور السيمي فاينل حقيقه مباريات قويه جدا سواء من قبل النادي الاهلي امام طبعا الاتحاد السكندري او سموحه اللي اكيد كان بيواجه سبورتنج، فالفريقين اكيد على اتم استعداد. خلوني كمان اطلع حضراتكم على السكور شيت بتاعه فريق سموحه، بيضم كل من احمد فوده، عبد الرحمن بودي، يوسف ولاء، مهند الصباغ، رؤوف الصفواني، احمد خنكه، احمد السوداني، ابراهيم خالد، والمحترف طبعا راندي ليتشارد، شهاب الدين علي، مازن المصري، محمد يونس، نور طلال، ومازن عزازي. يعني خليني اقول لحضراتكم ان زي ما قلت احنا على موعد مع مباراه كبيره جدا، هيكون بس بيتغيب عن فريق سموحه اللاعب احمد عماره بسبب طبعا الاصابه في مزق من السمانه. يعني حقيقه زي ما قلت على موعد مع مباراه كبيره. اكيد طبعا يا كابتن هيثم هنكون معاكم اثناء المباراه وهننقل لكم كل الامور المتعلقه انا وزميلتي سالة، واكيد هيكون معانا ان شاء الله بقى بعد فوز النادي الاهلي لقاءات خاصه زي ما عودناكم دايما. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم وسالة حامد بشكركم شكرا جزيلا. والحقيقه دي كانت اجواء ما قبل المباراه، لكن الحقيقه انا حزين جدا ان الصاله فاضيه ما فيهاش جمهور. انا الحقيقه يعني مستغرب من قرار اتحاد السله بعدم وجود جماهير زي ما حضراتكم شايفين. ليه؟ اولا لو انت بتتكلم على الاحداث اللي حصلت في مباراه الاهلي والاتحاد فهي ما حصلتش من جمهور النادي الاهلي، بدليل ان ما فيش اي عقوبات وقعت على جمهور النادي الاهلي. بالعكس جمهور النادي الاهلي كان اكثر يعني التزاما وحرصا على ان المباراه تكتمل. فالنهارده انا خسران جمهوري، طب ايه السبب؟ النهارده انت يعني 25، طب ما سموحه جمهور، سموحه ليها جمهور على فكره، يعني اعضاء كثيره واعضاء عاملين في النادي من حقهم يحضروا. طب النهارده انت النهارده حرمتني من جمهوري ليه؟ ايه السبب؟ ما ايه الدواعي ان بدون جمهور؟ تاني اللي حصل في مباراه قبل النهائي كان في، اذا كان مباراه قبل النهائي مع الاهلي والاتحاد انت عملتها بجمهور. يعني انا بس مستغرب يعني. طب هو لو نادي الاتحاد اللي كان وصل للفاينل هل ده كان هيبقى قرارك برضو ان انت تلعب بدون جمهور؟ يعني الموضوع يعني فيه استغراب شديد. وانا الحقيقه كنت اتمنى ان جمهور النادي الاهلي النهارده يمتلئ في الصاله، اتمنى ان مباراه بعد بكره يتسمح لجمهور النادي الاهلي، وده حقنا. جمهور النادي الاهلي ما صدرش منه اي شيء في مباراه قبل النهائي، المباراه اللي حصل فيها وحضراتكم شفتم هو المباراه توقفت نتيجه الاحداث اللي حصلت من ناحيه جمهور نادي الاتحاد، بدليل العقوبات اللي وقعت على نادي الاتحاد. فالنهارده انا ليه بتحرم من جمهوري؟
لا ده يعني انا شايف ده معلش نزل تذاكرك، حط 1000 2000 3000 واحد. النهارده ما فيش اي شحن جماهيري للمباراه تخاف منه، وصارت مجمع الدكتور حسن مصطفى كنترولد بشكل كويس جدا لدخول وخروج الجماهير. يعني الموضوع يعني جميل ما فيهوش حاجه يعني. فاتمنى ان اتحاد السله يراجع قراره انه يعني المباراه بعد بكره يكون فيها جمهور. انا عايز جمهور، يعني عايز جمهور النادي الاهلي يكون موجود في مباراه زي دي، يشارك فرحتي، يشاركني الفرحه ببطوله مهمه زي دي في الوقت اللي جمهوري راح ورايا برج العرب ودخل المباراه وكان ملتزم. فمعلش بعد اذن يعني اتحاد السله اتمنى منهم مراجعه هذا القرار، وان مباراه بعد بكره تكون بحضور جماهيري عشان على الاقل يبقى التابلو عن كره السله المصريه حاجه كويسه. انت النهارده عندك النهائي الكونفرنس بتاعت الباسكتبول افريكان ليج هتبقى في شهر ابريل القادم على نفس الصاله، هيبقى فيه جمهور. طب خلاص افتح لي بقى بجمهور، ولا ايه رايك يا كابتن نبيل؟ طبعا انا بايدك بكل قوه. انا مش لاقي سبب صراحه ان هم يمنعوا الجمهور من الدخول النهارده. جمهور الاهلي او المباراه اللي فاتت ما حصلش حاجه من الجمهور، حتى جمهور الاتحاد لما حصل منه حاجه يعني ثلاث ارباع الحاجات كانت موجهه لفرقته هو بالظبط، مش لفرقه بالزبط. النادي الاهلي وما حصلش مشكله تمنع ان انت ما تدخلش جمهور النهارده. فمش لاقي سبب صراحه زي ما حضرتك قلت كده ان هم يمنعوا الجمهور من الدخول بصراحه. اتمنى ان شاء الله اتحاد السله يراجع قراره، ويعني نتمنى نشوف الجماهير النادي الاهلي بتملا الصاله ومن حقها تحتفل. والرياضه يا كابتن سلعاوي او بالذات العاب الصالات من غير جمهور بتبقى طبعًا. الامور بتحس ان الماتش يعني ميت كده. عصب كره السله او عصب اي لعبه بيخلي نسبه الابداع عند اللاعب بتزيد من نسبه 100%. يعني هو اللي بيشجع اللاعب على اظهار موهبته ومبارعته اكتر. لكن زي ما الكابتن نبيل، احنا كجمهور النادي الاهلي ما حصلش حاجه، وبرضه بعض اللوم من جمهور الاتحاد كان لعيبته. لعيبته بالظبط، هو له كافه الحقوق انه يعمل يعني دي حاجه داخلي احنا مالناش علاقه بيه. لكن هي لو وجهه نظر امنيه نحترم من الجميع. نحترم بالظبط. تمام. يعني لو هو تعليمات امنيه او كلنا نمتثل ما لهاش سبب يعني برضه دي مش هنقدرش يعني ما نقدرش في رؤيه، انما لو هي من قرار اتحاد السله، لو هي عن طريق اتحاد السله اتمنى اعتقد انه يراجع نفسه. لازم يعيد، لان طبعا حتى الفاينل بجمهور غير الفاينل بدون جمهور. صحيح. تسليم الكاس بجمهور غير جمهور حتى المشاهدات حتى كل شيء. فاتمنى ان هو زي ما قال كابتن سلعاوي لو هي مش يعني لا يعني اعتراض من جهات امنيه يعني طبعا بيحترم. لو الموضوع من قرار من اتحاد السله، لا اتمنى اتحاد السله يراجع نفسه ويطرح التذاكر من خلال منصه بيع التذاكر الرسميه اللي بتتباع عليها التذاكر، ويفتح الموضوع للجمهور. وبعدين زي ما انت قلت حصلت حسب مصطفى كنترول فيها عالي جدا والكاميرات وكل حاجه عاليه جدا، وما حصلش فيها شغب قبل كده بالظبط. يعني حتى الحادث اللي حصل اسلام الله يرحمه كان انهيار مدرج او كان ستاند ونتيجه احداث معينه او وحصل فيها حاجات معينه، دي متهيألي مش هتتكرر تاني، لان كان ساعتها برضو مباراه اهلي واتحاد وكان فيها حضور جماهيري كبير. خلينا نرجع للمباراه. يعني بيتهيألي يا كابتن سلعاوي فوز المرتبط النهارده بيفك الضغط بدي ارتاحيه الفريق الاول. يعني انا حتى حاسس بالتسخين ان انت النهارده تكسب ان شاء الله تفوز. بس انا برضو يعني اختلف في النقطه دي. انا اللي عندي ماتشين ولازم اخلي بالي، والماتش بتاعي بالماتشين مرتبط، فانا برضو لازم اخلي بالي من هذا الموضوع، بدليل ان نادي اعتقد انا شايف التسخين نادي زي سموحه مركز شويه في التسخين، لكن فرقتنا لازم يعني لازم تكون على قد المسؤوليه كما عودتنا. تهالي دي خلاص، تهالي دي خلاص لحظات طالما توجهوا اللاعبين للبنش كل فرقه وبتعليمات النهائيه، ثلاث دقائق وتنطلق المباراه. بستاذن ضيوفي وبستاذن الساده المشاهدين، هنطير لصاله مجمع الدكتور حسن مصطفى بدين السادس من اكتوبر مع معلقنا الكابتن احمد مناع عشان ننقل لحضراتكم بدايه المباراه والفتره الاولى والثانيه، الاهلي وسموحه في قبل او في نهائي دوري المرتبط. معلش اعذروني الاحداث كثيره. هنروح للصاله ومعلقنا احمد مناع، فإلى هناك.